أهلا بكم. دانت 6 منظمات حقوقية قرار نيابة أمن الدولة في مصر حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقر تابعة للأمن الوطني لمدد متفاوتة. وطالبت المنظمات في بيان مشترك بوضع حد لحالات الإخفاء القسري في مصر التي وصفتها بالجريمة، مؤكدة أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار السلطات المصرية المتكرر تفشي هذه الممارسة الممنهجة. وقالت المنظمات في بيانها إن مصر خلال السنوات الأخيرة تشهد تنامي وتيرة ممارسة الأجهزة الأمنية الإخفاء القسري بشكل مستمر وممنهج، إذ وثقت حملة أوقف الإخفاء القسري تعرض أكثر من 3600 شخص للاختفاء القسري. ولنقاش هذا للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا سيد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومدير مجموعة المتحدة للقانون في القاهرة عبر سكايب، وكذلك شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان من إسطنبول. أبدأ معك، أهلا بكما، وأبدأ معك سيد هلالي، أسمع منك تعليقا أوليا على هذا التقرير. في الحقيقة يعني التقرير بيعكس أنه تزايد حجم هذه الجريمة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مش بس في الفترة الأخيرة من 2014 تقريبا. أنت بتتكلم عن تقريبا كل اللي بيتم حبسهم على ذمة نيابة أمن الدولة بيتعرضوا للاختفاء القسري لمدد طويلة. يعني اللي بيتعرض لمدة أسبوع للاختفاء ده بيبقى يعني أمه ده عياله بيبقى حظه حلو. يعني التقرير النهاردة بيتكلم عن 3 سنين، يعني في أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري قبل ما يتم عرضهم على النيابة 3 سنين، دي مدة طويلة جدا. هذه الجريمة مخالفة لنصوص القانون المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، تحتاج في الحقيقة تدخل كبير. في 2015 أثيرت هذه الظاهرة أيضا، الفريق العمل هو تبع مجلس حقوق الإنسان قدم قائمة لوزارة الخارجية تقريبا ب41 شكوى من حالات الاختفاء القسري. وبالإضافة لده المجلس القومي لحقوق الإنسان كمان هو الوحيد الجهة الوحيدة اللي يعني شكلت لجنة داخل المجلس وحققت في هذه الحالات، كانت بتتكلم عن 260 شكوى جات لها عبر الانترنت او سلمت بالايدي. ففي الحقيقه الظاهره دي ظاهره خطيره جدا. احنا عندنا حالات شهيره حتى الان هي مختفيه قسريا. عندنا دكتور مصطفى النجار برلماني سابق من 2015، ما حدش عارف هو فين، كان اخر مره قيل ان هو كان محبوس في احد مقر الامن المركزي في اسوان. عندنا ايمن هدهود قتل، كان باحث اقتصادي قتل وتعرض للاختفاء القسري قبل وفاته ويقال انه تعرض للتعذيب. عندنا حاله شهيره جدا رضا هلال صحفي كان نائب رئيس تحرير الاهرام في نهايه التسعينات حتى الان لا يعرف احد مصيره. ففي الحقيقه احنا ما عندناش مواجهه حقيقيه لهذه الجريمه من جانب اجهزه الدوله ولا حتى كل الادارات اللي بتعمل في مجال حقوق الانسان. دعني اسمع راي السيد نجاد البرعي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني من القاهره. سيد البرعي، يعني لماذا تستمر القوى الامنيه في مصر في ممارسه سياسه الاخفاء القسري وهي تعلم انها يعني ضد حقوق الإنسان وضد القانون وحتى ضد التشريعات المصرية في هذا الخصوص؟ يعني أولا مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على الزميل أستاذ شريف. عايز بس الأول أقول إنه هذا التقرير فيه 3 منظمات على ما أتصور أو ما أتذكر، 6 منظمات مقرهم في القاهرة. أنا عارف منهم 3 منظمات مقرتها في القاهرة ويعملوا من القاهرة، وهذه إشارة إيجابية على كل الأحوال أن هناك مساحة لحركة المنظمات الحقوقية في مصر، وبتأكد أن هذه المساحة بتتزايد يوم بعد يوم. يعني 3 منظمات مصرية موجودة في مصر بقراتها في مصر بتجيب المعلومات دي من مصر أي مكان وزن المعلومات وبتنشر، ده معناه أن هناك مساحة لابد أن احنا نبص عليها بشكل مختلف. وبالتالي أنا بشكر المنظمات دي على شجاعتها وعلى صمودها جوه مصر، وأيضا بشكر السلطات المصرية على إتاحة مساحة للمنظمات الحقوقية أنها تشتغل أي مكان حجم المساحة. 2، أنه هذا التقرير لابد أن يجري التحقيق فيه. يعني ما تقدرش تقول لماذا تستمر السلطات أو لماذا لا تستمر، هو السؤال هل سيجري تحقيق فيما ورد في هذا التقرير أو لا.
وبالتالي هذا السؤال يعني موجه أيهما إلى ثلاث أولى جهات، سيد البرع، يعني مجلس. يجري التحقيق في صدور هذه نعم. التقارير أم يجري التحقيق في يعني هذه الجريمة نفسها في موضوع الإخفاء القسري؟ لا ما يعني هي حتى لا هؤلاء ما الأربعين شخص الذين يعني يا سيد أفرج يا سيد عنهم وتبين استنى بس. أنهم، لحظة أكمل لك الفكرة فقط، لا يعني ما انا فاكر النيابة الفكره، انت فهمتني غلط. نعم النيابة فهمتني غلط. وجهت الاتهامات إلى هؤلاء المختفين قسريا، ولم توجه الاتهام إلى الجهات التي أخفتهم قسريا. إلا يا سيدي يا سيدي، ما ورد في هذا التحقيق من وقائع لابد أن يجري التحقيق فيه من النيابة العامة نعم ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لأنه يشكل إن صح ظاهرة خطيرة. ما تنشره أي منظمة حقوقية هو مجرد ادعاءات، وهذه الادعاءات لابد أن يجري التحقيق فيها، وبالتالي عدم التحقيق فيها هنا يشكل خطر ويشكل جريمة، لأن القانون المصري بيقول أن كل من وصل إلى علمه جريمة عليه أن يبلغ عنها السلطات، وأن السلطات ملزمة بالتحقيق. فالجزء الأولاني أنه لابد من التحقيق في كل كلمة وردت في هذا التقرير، المعني بالتحقيق على الساحة القضائية النائب العام، المعني بالتحقيق على الناحية السياسية البرلمان لجنة حقوق الإنسان، المعني من الناحية الحقوقية المجلس القومي لحقوق الإنسان. أدي واحد. اثنين، لازم نفرق بين انه نصدق انه مصر كان هناك فيها ممارسات عنيفه جدا فيما يتعلق بحقوق الانسان. علشان كده مثلا في الحوار الوطني في لجنه حقوق الانسان كل هذه المسائل وضعت في جدول اللجنه: التعذيب، الاحتجاز غير القانوني، الاحتجاز المطول، الحبس الاحتياطي. وبالتالي هذا اقرار من الجميع بان هذه ممارسات يتحتم التصدي ليها، وبالتالي عدم التصدي ليها في الحقيقه هو اللي بيخلي مسائل نعم اكثر طيب، سأتي أو إلى موضوع الحوار الوطني ومدى تأثير هذه القضايا على موضوع الحوار الوطني. السيد شريف في اسطنبول، يعني كما ذكرنا نيابة أمن الدولة تجاهلت هؤلاء الذين أخفوا قسريا، وتجاهلت أن تحقق مع يعني هذه الأجهزة التي اعتقلتهم، و وجهت مباشرة بعد ذلك الاتهامات إلى هؤلاء المتهمين. يعني ما هو التكييف القانوني والحقوقي لهذه الحالة؟ لا، في الحقيقة هو هنا عندنا مشكلة كبيرة على المستوى القانوني. يعني احنا بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، النيابة المفترض ان هي اللي بتشرف على مقر، يعني من حقها ان هي تقدر تراقب مقر الاحتجاز المختلفة، من حقها انه اي شكوى موجهة لحد من افراد الشرطة ان هي تحقق فيه، سواء تابع لمباحث الأمن الوطني او اي يعني او اي إدارة اخرى. ففي الحقيقة في قصور، يعني انا عايز اقول بس انه هنا في قصور، وانا في تقديري راجع لانه احنا محتاجين اصلاح للنيابه العامه، محتاجين تاكيد حقيقي على استقلال النيابه العامه، واعاده النظر في دور نيابه امن الدوله. يعني انا في تقديري ليه يبقى في نيابه لامن الدوله اصلا، في يعني المفترض ان النيابه العامه بشكل عام هي التي تحقق مع المتهمين في اي نوع من انواع الجرائم، الجرائم المخله بامن الدوله من الخارج او من الداخل. كمان في اصلا مطاعن على انشاء نيابه امن الدوله ان هي لم تنشا بقانون. ففكره هنا انه في اقتراحات كبيره جدا من القانونيين خاصه بانه النيابه العامه بتجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، ولازم محتاج تعمل اصلاح فتقدر تفصل ما بين الاثنين، ان يبقى في تفعيل لدور النيابه العامه والقضاء في مراقبه مقر الاحتجاز، انه لما يجي لها شكوى تنزل بسرعه. وهل هل هل كمان يعني المفترض انه مقر الامن الوطني تعتبر مقر الاحتجاز، المفترض ان هي تخضع لرقابه النيابه العامه، اذا جالها شكوى من اي حد من محامي المتهمين او من احد المتهمين ان هو تعرض لاي انتهاك، اختفاء قسري او تعذيب او غيره، المفترض ان هي تنزل تتفتش على هذه المقر، سواء تبع بها الامن الوطني تبع وزاره الداخليه، هي لا تقوم بدورها في الحقيقه. يعني احنا يمكن من سنوات ما شفناش تفعيل حقيقي لهذا الدور، لا من النيابه العامه ولا من القضاء. وحتى دور المجلس القومي لحقوق الانسان محاط بعدد من القيود اثناء زياره هذه المقار. فتخيل هو اصلا بيزور السجون
يعني بصعوبه بتصريح من النيابه العامه وما يقدرش يقابل يعني يخش يقابل المساجين نعم ويسمع كلامهم الا اذا خد تصريح اضافي، تمام؟ فتخيل بقى اذا حب يروح مقر الامن الوطني، مش هيقدر يروح اصلا مقر الامن الوطني، ممكن لا يسمح له بده. فاحنا محتاجين تاكيد انه لازم مراقبه تصرفات الجهاز الامني وتنفيذ المواد الموجوده في القانون، وعطف النظر في دور، في الحقيقه في دور، يعني انت بتتكلم ضمانات المحاكمه العادله في مصر، فعن يعني فيها عشرات المشاكل من 2014، في تجول لدور الاجهزه الامنيه، المحامين نفسهم بيشتكوا بيتعرضوا للاعتداءات اثناء حضورهم، ما بقاش ليهم دور اصلا قدام في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي او ان هو يقدم نعم حتى شكوى عن موكله لا يتم التحقيق فيها. فانت محتاج تشتغل على اكثر من محور في الحقيقه. نعم طيب، يعني السيد البرعي ما تفضل به ضيفنا من ممارسات مختلفة سواء على المستوى القانوني أو على مستوى تنفيذ القانون، يعني مصر منذ عام تقريبا بشرت الحكومة بدخول عهد جديد فيه نوع من الحوار، فيه إتاحة مساحات كافية من الحرية للسياسيين وللإعلاميين وحرية التعبير وما إلى ذلك. الآن هذه استمرار هذه الممارسات ألا تتناقض مع هذه الروح، مع روح الحوار الوطني الذي يعتزم إجراؤه في مصر؟ يعني ألا يؤثر في مصداقية الحكومة في هذا المشروع؟ يعني أنا عايز أقول لك أولا إنه عمليا سيظل دائما هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وستظل هناك دائما حاجة إلى منظمات حقوقية. وأغلب اللي قاله شريف في الكلمة بتاعته هي شيء متفق عليه تقريبا بين كل النشطاء الحقوقيين في مصر، هذه مسألة أساسية لابد من إجراء إصلاحات. ولهذا يعني بدأت لك لجنة اسمها لجنة حقوق الإنسان بيشارك فيها كل الحقوقيين في مصر لتقديم مقترحات وتوصيات بهذه الإصلاحات. ففي الحقيقة المشكلة يعني مشخصة منذ فترة طويلة جدا، مش امبارح، مش أول امبارح، منذ فترة طويلة جدا. ونرجو أن نتمكن من وضع توصيات وأن تلتزم بها الجهات سواء البرلمان أو السلطة التنفيذية. فيما يتعلق بصدقية الحوار أو عدم صدقيته، ده هيبقى حسب ما إذا كانت التوصيات التي ستصدر عنه سيجري أخذها بجدية أو لا. أي حوار هو حوار صادق بالضرورة. يعني ألا يحتاج الحوار إلى تهيئة أجواء، إلى وقف هذه الممارسات، إلى إطلاق سراح المعتقلين؟ لا، ما أنت ما تقدر، ما أنا عايز أقول لك بس بالراحة، أنت نفسك القناة العربي نفسها مجرد أنها فتحت مكتب في القاهرة وأصبح لها وجود، وقناة الجزيرة عايزة تفتح مكتب في مصر ولها وجود، هذا نوع من الانفتاح السياسي. لما يبقى في عندك ثلاث منظمات حقوقية من مصر بتطلع مثل هذه التقارير وما بيحصلش عليها حاجة أو ما فيش مشكلة كبيرة بتحصل، هذا نوع من الانفتاح السياسي. هذه معركة طويلة ولا يمكن كسبها بالضربة القاضية، هذه معركة تحتاج إلى نفس وتحتاج إلى صبر. الصبر بيكون عن طريق استمرار إثارة القضايا، محاولة الوصول إلى حلول فيما يتعلق مشاكل حقوق الإنسان. هذا دور النشطاء الحقيقيين جوه مصر زمان بيعملوه وهيفضلوا يعملوه، إنما لا يمكن أن نتصور إنه تقرير أو تقريرين أو 20 حاجة ممكن ينهوا موضوع حقوق الإنسان. حقوق الإنسان معركة طويلة ومحتاجة كثير من الصبر. لكن اللي أنا بأكد عليه إنه هذا التقريب نفسه دليل على أنه المنظمات الحقوقية داخل مصر فاعلة وقوية وصوتها مسموع، وأنها تستطيع أن تجمع معلومات وأنها تتحاور مع الحكومة أيضا. يجب على الحكومة بقى أن تستدعي هذه المنظمات تناقشها فيما قدمت، يصلوا إلى حلول، أو ربما احنا منتظرين التئام الحوار الوطني ونناقش هذا الكلام كله. نعم طيب سيد شريف، يعني سبق وتلقت الحكومة المصرية 5 توصيات أممية من خلال الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في العام 2019 بخصوص هذه الملفات، يعني وتم تجاهل تقريبا كل هذه التوصيات من مصر. ما تبعات هذا التجاهل لهذه التوصيات من ناحية قانونية ولموقف مصر في مجال حقوق الإنسان في هذا المجلس؟ في الحقيقة هو طبعا هيبقى تبعات سلبية. احنا في المفترض ان الحكومة المصرية هتناقش موقفها من التقرير اللي قدمته بخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية امام اللجنة المعنية بحقوق الانسان، وبرضو عليه يعني كل حضرتك قلته والممارسة الخاصة بحقوق الانسان اثيرت من عدد كبير من التقارير الموازية اللي قدمتها المجتمع المدني.
رغم انه مصر وافقت على عدد كبير من التوصيات اثناء المراجعه الدوليه في 2018 لمجلس حقوق الانسان، الا انه في الحقيقه احنا بنواجه باجراءات حكوميه تتجاهل تنفيذ اصلاحات حقيقيه. يعني هي عملت بعض الخطوات اللي ممكن تقول ان هي خطوات، يعني انا في تقديري خطوات شكليه لم تحقق يعني اي ايجابيات حقيقيه او يعني تفعيل دورها بمسار حقوق الانسان بشكل ايجابي، زي الاسترجاع الوطنيه لحقوق الانسان، زي لجنه العفو الرئاسي. انما قدامها مثلا تعمل مشروع خاص لقانون الاجراءات الجنائيه تعالج فيه موضوع الحبس الاحتياطي وتعمل اصلاح فيه لدور النيابه العامه والقضاء، وما بتعملش ده رغم وجود استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان، رغم ان الحوار الوطني اللي اشار اليه الاستاذ نجاد وانا طبعا بشكره، هو صوت حقوقي مهم داخل مجلس امناء الحوار، لكن الحوار بقاله داخل على سنه، يعني للاسف بيتم استنزاف الوقت، ما فيش مناقشه حقيقيه حصلت لسه. احنا كل ده بنتكلم على تشكيل اللجان والمحاور الموجوده، المحاور الموجوده في لجنه حقوق الانسان دي محاور مهمه، وانا في رايي ان الدوله ما تستناش اصلا الحوار حواليها، في التزامات دوليه في هذه الموضوعات بموجب التوصيات في مجلس حقوق الانسان وبموجب الالتزامات اللي الدوله قبلتها في توقيعها على الاتفاقيات الاساسيه، العهد الدولي لحقوق الانسان السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ما تستناش حاجه. يعني المفترض ان هي تاخد اجراءات عمليه، وفي لجنه كان لجنه لصياغه التشريعات بيرأسها رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب، لم المفترض ان هي دورها عندها مشروعات قوانين لم يتم اعمالها حتى الان. نعم، اشكرك جزيل الشكر شريفه هلالي، مدير المؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان من اسطنبول، كما اشكر السيد نجاد البرعي عضو مجلس امناء الحوار الوطني ومدير مجموعه المتحده للقانون.